سلام بونجور كنتمنى تكونوا كاملين لاباس نتوما كتشوفوا لا فيديو مرحبا بكم في قناه بريتي لايز بالعربي معكم مروه الو اليوم بغيت ندير ان اكستنسيون اونجي لهاد الضفير هذا شحال هادي هويا ما مغطيش الو بغيت ندير ليه اون بيتي بوز افيك دو هار جيل دونك اول حاجه غادي نجي ندير وغادي ديزانفيكتي هاد الضفير ايدي اون جينيرال كاملين الو غادي نجي نستعمل اليوم هاد ترايل كيت ديال سينرجي جيل ديال يونيرز اللي غادي نستعمل منه البرايمر غادي نستعمل منه لا باز غادي نجيب هاد لي برودوي نحطهم حدايا وغادي نجيب واحد الحاجه زوينه اللي هي جاتني كوم كادو شحال زوينه الوغ غادي نحط فيها هاد لي برودوي هادو ومن بعد ناخذ منها اللي بغيت والفينيش اوبس باردون فوالا الوغ الضفير ديالي هو هذا الوغ باش نبريباري غادي ناخذ ان بلوك كاتر فاز وغادي نجي هكا نحك شويه لا سورفاس ديال الضفر باش يقدر يشد لينا لو جيل مزيان دونك انا غنحاول نوصل حتى الجناب ديال الضفر فوالا هنا كاين شي حاجه فوالا وغادي نقاد ليه شويه لا فورم اولا غادي نقصها كاريمون يعني من ديال الضفر اللي كنت غنحط عليه لو جيل غادي نقصو فوالا غادي ناخد اون بغوس وندير فيها سوايب ما نزلش مزيان فوالا سوايب وغادي نقي به سوايب اللي هو كلينر كلينر بلس نيل بريب فوالا الو غادي نجي دابا باش نحط بروتين بوند اللي هو البرايمر كما كنقول لكم دائما حاولوا انكم تسمعوا الشركه شنو كتقول مثلا هذا البرايمر هذا الشركه ديالو اللي هي يونيلز كتركوموندي كتقول بانه تحطوا دو كوش بوغ الناس اللي كيسموهم هما هيفي ليفترز صافي دير اللي يقدروا يوقع لهم لي ديكولمون بزاف لكن باش تعرف واش الناس كيوقع لهم لي ديكولمون ولا لا خاصك تجرب ولا جربتي وقع لهم درتي اون سكوش وقع لهم ديكولمون سي ترو طار هذا الشيء علاش من الاحسن ان نحطو جوج ديال لي كوش ديال بروتين بوند ولكن ماشي كاع لي برايمر تحطو فيهم جوج لي كوش كاين لي مارك اللي كيقول لك الا حطيتي اكثر من اون سكوش اللي هي رقيقه كيتساتور الضفر كيولي ان بروبليم دونك دائما نسمعوا لا مارك اللي غادي تخدموا بها دونك البروتين باند كيدخل غادي نحط لا باز لا باز اللي غنحط هي باز ديال لو جيل ماشي ديال لو سيمي بيرمانون نقدروا نحطوا حتى اون باز ديال سيمي بيرمانون لو هي بيز باز غير ممكن تكون رقيقه كتكون هكا جاريه غادي نجيب لا بوز ديالهم هي بيل بروس شوف كيفاش كدير فنه
قالوا هما الطريقه باش تهزوا بها لا باز من اول مره. يمكن غادي نخدم معكم اون باز ديال لو جيل بحال هكا في ان بو. قالوا كنهزوها غير كنجيو نمسو بحال هكا ونهزو بحال هكا نكون وزينا واحد شويه. الا ما قدناش كنزيدو كنجيو نحطو مقدناش نفس الطريقه لو جيل ديما نحاولوا انكم تفروطيوه مع الضفر ماشي غير تدوزوه صافي. تحاولوا تدخلوه هكا مع الضفر مزيان. فوالا وندخلها 30 ثانيه لا لوب ونرجعوا نتلاقاو. الو غنشفات لا باز غنجي دابا نحط لو شابلون نحط لو شابلون غادي نحل هذا الفوق لان غالبا الصبع الكبير تيكون هكا عريض شويه. تلصق ليها جنيبات فوالا وغادي نجي نحطو بحال هكا تحت من الضفير. كما كنقول لكم دائما حاولوا ما تخليوش الفرق ما بين الضفر وما بين لو شابلون ديالكم سينو غيدخل لكم تما لو جيل. فوالا لوغ دابا شنو غادي نجي ندير غادي نستعمل ما غنستعملش لو جيل اللي كاين في داك لو بتي كيت انما غادي نستعمل لابليكاتور ديال يانيلز اللي فيه دو هارد جيل ماشي بولي جيل ماشي اكري جيل دو هارد جيل. غادي نجي غادي نبدا بالاكستنسيون يعني غادي نطول الضفر غادي نشد نبدا نورك هنايا بحال هكا فوالا نكونيكتيه من جناب بهاد الطريقة. ولكن مغنديش هاد الطول كامل معرفتش واش طولتو فريمون مغنديش ندير هاد الطول كامل أنا ما عرفتش علاش درت هاد الطول والله ما عرفت. فوالا دونك غادي نجي دابا للفوق ديال الصبع تنزل لو جيل بهاد الطريقة غادي نقربو لي كيتيكول بهاد الطريقة تاني الجهة لاخرى الى مسيت لابو ضروري ما خاصني نمسح هاد الصباع فريمون صعيب باش يتخدم. فوالا الو غادي نشفو نرجعو نتلاقاو. دونك من بعد ما نشفت الجل تقريبا 92 ثانية لانني درت هذاك لو مود ديال لو هيت باش ما تحرقش باش ما يتحرقش الضفر ديالي لانه فاش يكون دو هارد جل. دونك انا كنحيد في لو شابلون فوالا حيدت الشابلون ضروري خاصني نمسح ديك ستيكي لاير هاد لاكوش كتلصق نمسحها نزيد بعد لابغوس نبعد كلشي وناخد لاليم
ونبدا نقاد لا فورم ديال الطيار. لو غادي نمسح الطفير ديالي باش يدير ليا لا فورم النهائيه واش مازال خاصها عمو غير بلا ليم تحك بحال الزبده ما عذبنيش. لو نشوف الطفير ديالنا مزيان بروفيل وهذا مازال ليا شويه هنا حتى الكيتشوكيل pour bien finir les cuticules d'une jihakan dose à l'éhan et ma chasse chikoun hnaya qui m'a qu'un son mot l'aide chi yani wahed l'hafa voilà ma chasse chikoun c'est jihakan ma adfar tabéhi bish menni yibda kainoud mais ni bench haka l'farq بيان سور غيبان فاش غادي يكون لون ولكن مبانش هكا طالع غليظ من هنايا شي سموت من هنايا واحد شويه هنا فيغ لو ستريس يكون شويه بومبي كيف ما كتشوفوا ابار سا سي بون دوي شويه دو بلوك وما علينا الا نحطو لو توب كوت ولا لوين الا بغيتو انا جو بريفير نخلي بحال هكا دابا يا اما كتحطو عليه لون كيما قلتلكم اما كتحطو عليه توب كوت ديال السمي بيرمانون ولا كتحطو عليه توب كوت ديال لو جيل نوريكم شنو ممكن نحطو عليه دابا لاني شفت بزاف ديال الاسئله في لي كومونتير كيجيو هاد الصداد على لا باز ولا التوب دابا ممكن سوا نحط عليه لو فينيش جيل اللي هو توب كوت ديال لو جيل اولا ممكن نحط عليه توب كوت ديال سمي بيرمانون ديال الفيرني اولا ممكن نحط عليه الا كان عندكم بيان سور توب كوت ديال لو جيل بو بحال هكا غلوس دونك انا غادي نحط عليه لو فينيش كما كنقول لكم دائما شوفوا لا مارك اللي خدامين بها نتوما كيس كان ريكوموند شنو تقول لكم تقول لكم هذه خصها تخدم مع هذه ماشي مشكل هذه شحال تنشفوها واش نص دقيقه واش دقيقه وجوج دقائق رغم مثلا هاد كويك هاك فينيش بيكون ماشي كويك فينيش جيل هذا نعم سيدي كيقول لك خاصو ينشف خاصو ينشف جوج ديال الدقائق ميم فلون بليد هو نو وايب كيحتاج يتمسح تيعجبوني هاد نو وايب علاش لانه هما كيبقاو بغيون مزيانين وفنا كيحافظو على بغيونس وكيحميو الظفر وفي نفس الوقت ما كتحتاجش الكلينر في الاخر او لا سوايب في الاخر باش تمسحو يعني كيقتص ليك على الكلينر الكلينر خدمو حوايج اخرين فوالا الو غادي نشوفو كيف ما قالو هما جوج دقائق ونتلاقاو الو من بعد ما نشوف لو توب كوت يبغي تري بيان ونو وايب ما كنحتاجش نمسحوه ونضيعو فيه لو كلينير غادي نجيب زويته غنستعمل اليوم زيت ديال الروز لو شيونيز فريمون ريحة الورد الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو
ونشوفكم في لا بروشين ان شاء الله. سلامة.